فقط إيداع بالسجن في حق صناع محتوى وإنستغراميزات وناس تصنع في محتوى لا أخلاقي، محتوى منحط. يقول لك اليوم المواطن التونسي بين ظفرين، عاملون العار، عاملين الفضايح، مش الكل ديما ما نعموش في أي مجال ما نعموش، البعض منهم للأسف الشديد الحاجات اللي قاعدين يعديوا فيها هذه أثرت، هذا بالأرقام أثرت على أطفالنا، أثرت على الناشئة متاعنا. والصغير مش كما الكبير، احنا بعقولتنا، لكن الصغير يتأثر بأي حاجة. شنو رأيك في هذا الإجراء أنت كشاب تونسي؟ والله كشاب تونسي بطبيعة يعني عندي معناها تيك توك كما الناس كل، كما أغلبية الشباب يعني نتبع كل، أنا معاه 100% حرية تعبير، أن الناس تعبر يعني بكل حرية يعني سواء في الصحافة وإلا في مواقع التواصل. لكن معناها التوم نسبة الانحطاط اللي وصلنا له ونسبة يعني معناها نقولوا احنا لا أخلاق، معناها انعدام الأخلاق تام، وصلنا باسم حرية التعبير. فوالا أنا كما حكيت يعني مع حرية التعبير لكن ضد يعني الانحطاط اللي وصلنا له، خاطر بصراحة يعني شيء كما نقولوا يندى له الجبين. يعني نسات وقاعدين يعني هذوك يأثروا على ديجان يعني معناها صغار في أعمار معينة يتأثروا بك الحكايات هذيك، وشنو باش ننتظروا النتيجة شني؟ دونك النتيجة الناس كل يعني باش تتبع يعني لك الحملة هذيك وكل الشيء اللي قاعد صاير. دونك ما بنسبة يعني 90% مع اللقافات اللي صارت بالنسبه لكالكوزا يعني معروفين وناس كل تعرفهم، يعني شباب بريسك كل يعرفهم، مع الحمله اللي صايره ضدهم ويستاهلوا ما اما اكثر منه كاك. هنا اول حاجه كمواطن تونسي، السلام الله يعينكم الساعه. ثاني حاجه انا كابو في بالي انا الانستغرام ووسائل هذه التواصل الاجتماعي باش تثقفنا، اما نحن قلبناها بالعكس. انا يعني عندي ولدي توا وتربارح التليفون جاب ربي فكيتو زعما مش ندقت قمديتو لامي، حاجات قاعده تابت على الانستغرام وتيك توك. تيك توك راهو بربي بجاه ربي يرحم والديكم يا نسية تونس، راهي جايبتنا مراه راهو بربي راهو لح واحد لحم وشوك يرسلوا ليه، راهو كلام تحكوا فيه كلام زيد وتعرفوا في رواحك، راهو فما صغيرات قاعده تتاثر. راني معاها وزيره العدل يعطيها الساحه، الكيل فاض منهم. هذه ماهيش حريات، ماهيش ناس نتاع حريات، ماهيش ناس نتاع ديمقراطيه. شنو هي بربي كلام زايد وسبين؟ هذه حريه التعبير، ماهيش حريه التعبير، هذه انحراف، هذه قمه الانحراف. يعني انا والله ولدي عمره 16 سنه قسما بالله مهبط غنايه ومتاثر برابير فيها كلام زايد. ايوه يقرا في الليسيت لابني سابي غالي يا نوره ادخل، دخلت تصدمت خويا زعما دقت قلت تليفون في ثلاثه، يعني منيش تاثر. خي صغيرات علموهم حاجه باهي رسول الله، يا اخي بربي راهو الوالدين تعب عباد يعلم بها ربي، تقوم الخمسه نتاع الصبيه باش يجيب اللقمه لوليده، تجي انت ما عندكش حتى مستوى يا عديم الذوق يا اللي ماكمش عباد. عندي انا مع كامل احتراماتي راهي جايبتنا مرا، اما راكم عورتوا. انا معاها وزيره العدل خاطر تتحرك النيابه العموميه تجيه الشيء هذايا، راهو تشوفي فضايع في الانستغرام بالرسمي راك تحشم، اقسم بالله العظيم شيء ندب الوجه، شيء ان شاء الله فما برشا 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 برشا. وفما ناس تدعي الثقافة، راهي فما ناس تدعي بروح وتشوفه انت قاعد ويتكلم ويحكي وصلي على النبي، فما شكون السيد تجي تحكي كلام زايد هكاك تفرش فيها انت المرأة اللي تعيش مقيمة في فرنسا، شيء مهبطيتو على التيك توك والانستغرام وتسب في تونس، عجبتك الأخرى تكسر في بطاقة تعريف، عجبتك الأخرى تعمل في حاجة لعلم بلادها وكلام زايد يولي بيك، الاخرى تعملوا هاني بالنفقه بالفلوس تاع النفقه نتاعك نسكر بها، نوصلوا للمستويات هذا. هما راهم عملوهولنا باش نثقفوا، باش نفهم، باش نعرف حاجه، مشني انا بربي باش نجي نسبك انت وكلام زايد. راهي عورت العباد، والله نتاع الضحك حويجه كيد ضحك منا هبت ما يصيرش، راهي فما صغيرات قاعده تتاثر، تتاثر بناس كبار، والله فما عباد كنت نخزر لهم نظريه كبيره. فما برشا ما غير ما نذكر برشا فنانين كنت نحترمهم، اما كريت الشيء هذاك انا بيت فما فنان حصل كاميون مرته هزت باش حصل لها كاميون وكلام زايد، يبقى باش تفرش فيه الصغار. خينا بالعموميه علاش تحركت وزيره العدل؟ خاطر الصغار تذرت. هو ساعة يذكر فيشكر الموضوع ويعطيهم الصحه وخذاته وحطاته على المحك وزيره العدل، ولكن هو متاخر الحقيقه. وانا كنت ناديت في القناة نتاعكم كم من مرة، قلت رانا احنا بين فكي تمساح خايب ياسر وباري الامبريالية الصهيونية في ترمي في دسايس
في طريقة لإفساد المجتمع. ونقول أحيي أحيي أني وزيرة العدل للموضوع اللي خذاته وحطاته على المحك، لأن الموضوع هذا حق عنده برشا، وأنا ناديت به وما زلت نقول راني ناديت به من قبل، نقولوا احتاطوا يا مجتمع التونسي من إفساد البيئة والنشأ، راي ممنهج العملية وفيها ميزانية كبيرة وفيها مصاريف، ولكن هي خطوة إلى الأمام باهية والردع باهي، ولابد لابد باش نصلحوا المجتمع، لابد من الإكراهات. راهو ما نعرفوا أن الإكراهات تخلق الشعوب، تخلق مجتمع راقي، تخلق ما بالنسبة لي نحن كمجتمع تونسي راهو عندنا مبادئ، عندنا قيم، عندنا أخلاق تربينا عليها الحقيقة بفعل فاعل وبفعل الصهيونية الإمبريالية اللي ديما نادي بها. نقول راهو احنا راهي العملية ممنهجة لإفساد المجتمع والنشأ. ها بالنسبة لي نحن أحييها وزيرة العدل، وأكرر أنه من أخذ الموضوع على المحك يعطيه الصحة، وبرافو وبرافو وبرافو، يلزم الردع يلزم الردع يلزم الردع. حاجة جيدة برشا إذا كان السلطة المعنية بالأمر تقف للأشياء هذه، شيء يسر برشا، على خاطر كما قلت أنت يأثر برشا على صغيراتنا راهو، وسيرتو توا احنا الشباب الصاعد والصغيرات يعرفوا الإعلامية ويعرفوا التواصل الاجتماعي، فهمتني؟ ومع الأسف أنا هنا نتجاهل نقطة أخرى، مع الأسف الأولياء ما فماش دور العائلة في التتبع في السويفي في صغيراتها، يعطيه التليفون ويخليه والصغير توا ولا يفهم ولا ينزل على حاجة يتفرج وش يضحك، يتفرج على أشياء في حد ذاتنا احنا الكبار ما نتفرجوش فيها، فهمتني؟ ونقطة أخرى زادة، حتى في الإعلام التونسي راهو مع الأسف راهو حاجة الإعلام النزيه اللي يعطي المعلومة كما هي، خاطر عنا بعض القنوات باش ما نعممش اللي هي حتى برامجها سامحني فيها، لكن احنا لو نرجعوا للتالي والاعلام التونسي الاعلام المرئي سواء المسموع يحطوا برامج ثقافية، برامج علمية على الاقل، يولي صغير تدريجيا حتى ولو في بعض اغلبية الاولياء في تونس واغلبية العائلة التونسية راحتها الأسبوعية بالسبت والأحد، علاش أنت ما تتلاقيش بصغيراتك في الدار؟ ما تسالش حتى كي تبدا التوعية بشوية بشوية، راهو ما فيها باس، والصغير راهو على ما تسنسوا، ما تسالش أنت الجمعة ذي تعطيه معلومة والجمعة اللي بعدها تعطيه معلومة، مش باش إنسان مخلوقش يعرف. تعلمنا احنا الأشياء منين؟ من والدينا، خاطر والديك ديما يقول لك لا هذيك راهي حاجة حرام، راهي كذا راهي كذا راهي كذا راهي كذا، فهمتني؟ ديما أنت تحطك النقطة ذيك في ذهنك. مازال دور العائلة هكا كما تحكي؟ يا لأسف شديد، والله أنا نأسف ونتأسف على برشا أولياء، باش ما نعممش، فما نسبة صغيرة برشا، وأنا اللي قاعدة تعمل في السويفي متاع صغارها، أنا مع الأسف أنا ريت ديكا صاروا قدامي يجيب صغيره والباب نتاع الليسي ولا نتاع الكوليج ما يتحلش ويرميه ويمشي، يحطه قدام الواحد ويمشي، وتلقى عندك طريق يهز ويجيب كراهب وموتوات، ومع الحوادث كثرت عندنا في تونس، لازم دور العائله مهم ومهم جدا. اتخاذ اللي اخذته الدوله فيما يخص هالناس اللي الناس اللي قاعدين يتكلموا بالسفاهه ولا من الاحزام اللوطه، اتخاذ ماذا بيهم يزيدوا يقويوا أكثر، خاطر نحن التوانسة معروفين بالكلام الزايد، نحن الأولياء، أول دولة عربية في الكلام الزايد هي التوانسة، وهذا نقول معناها بالممارسة وبالاحتكاك للناس، على خاطر نعيش في مجتمع فين فما المغاربة الجزيرية الأوروباويين الكل، وتلقى التونسي ديما في فمه الزاء دون، والله يختي ماذا بينا نوعي الشعب التونسي على الكلام هذا يا سيد، راهو لا من أسلوبنا ولا من تربيتنا، قبل كنا نحشم باش يقول كلمة زايدة يحشم،
لا في الشارع ولا في الدار ولا في تو وليت الكلمه الزايده هي الاولانيه هي معناها لا بروميير كي اونتام اون ديسكوسيون في موضوع اول حاجه قلت كذا ولهذا والله قد ما يعملوا وشويه وان شاء الله ياخذوا اعتبار الناس اللي ما لا تتكلم ولا تجاوب بالفساد والكلام الزايد اللي تحت السره كما قلت وهذاك هو اختي.